السلام عليكم، اهلا بيكم شباب. رجعنا بعد بريك صغير 5 دقايق بس، بنفصل كده بين السيشنز عشان تبقوا متابعين معانا. يعني معانا السيشن، اول سيشن النهارده بالعربي مع المهندس زياد رضوان من اي دبليو اس من لوكسمبورغ. بنرحب بالمهندس ضياء، والمايك معاك يا باشمهندس. اتفضل. شكرا احمد، وشكرا لكل التيم اللي اشتغل على الايفنت النهارده. الايفنت متنظم حلو جدا، وانا مبسوط ان انا اكون معاكم، ومبسوط برضو ان انا هتكلم عربي في ايفنت بيتكلم عن اي دبليو اس، وبيتكلم على الموضوع زي موضوع الداتابيز. السيشن النهارده عنوانها يور داتابيز جيرني تو اي دبليو اس، هي الرحله بتاعت الداتابيز للاي دبليو اس او الكلاود. خلينا نتكلم عن مقدمة صغيرة كده عن نفسي. أنا اسمي ضياء رضوان، شغال في AWS بقالي 4 سنين، ده البوزيشن التالت ليا جوه AWS. أول بوزيشن اشتغلته كان Solution Architect في المنطقة بتاعت Middle East North Africa. بعد كده نقلت، بقيت permanently قاعد في لوكسمبورغ Specialist SA focusing على المايجريشن. من 9 شهور نقلت الـ Database Specialist، و بغطي فيها إيميا. الفوكس بتاعي على الـ Database Migration، الـ Open Source Database في Relational Area زي الـ MySQL, Postgres و Aurora. دي الأجندة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. نحاول ان احنا في سلايدز مش هتكون تكنيكال قوي، نحد اعدي عليها بسرعه. ممكن تشوفوا ان هي شويه ماركتنج كده، بس هي بتدي اوفر فيو الترندز شغاله ازاي، والماركت شغال ازاي، والديسيجن ميكرز بيفكروا ازاي عموما في الداتابيز. لو جيت تبص النهارده على اول حاجه عايزين نتكلم عليها، ايه اللي بيحصل في الداتا، هتلاقي ان الديفايسز اللي هي بتعمل جنريتنج للديتا بقى في حاجات زي الويربلز، الاجزاء كبيره منها الكونكتد كارز، الاي تي ديفايسز، اللوجينج سيستمز الموجوده، السيفيرنس كاميرا، المايكرو سيرفيسز برضو بقى فيها جزء كبير جدا من الريكويرمنتس، انك انت عايز انك انت تعمل تشينجز كتيره في الابلكيشن بتاعك عشان تقدر انك انت تكون كومبيتيتيف. وفي نفس الوقت ناس كتيره في الاي تي بتفكر ان هي تروح للديفوبس، عشان كده يقدر ان هم يستخدموا ريسورسز بطريقه احسن، يقدر ان هم يركزوا اكتر في الارياز اللي هي تقدر ان هي تفيد الكاستمر اكتر من ان هو يكون بيعمل الاس ال اي انترنال. لو جينا نبص على الليجاسي داتابيز هتلاقي ان هي ما بتساعدكش انك انت تكبر في الاكسبانشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هتلاقي ان هي مكلفه، هتلاقي ان هي بتايد الحركه بتاعتك انك انت لما تحب تنقل من داتابيز لداتابيز بتلاقي فيها سبورت كونتراكتس كبيره. احيانا يكون البلاتفورمز اللي انت شغال عليها مش سبورتد، وفي كاستمرز كتير احنا بنشتغل معاهم بيكون عندهم داتابيزز على سيستمز قديمه، بيكون محتاج ان هو يعمل لها مودرنايزيشن ويحاول ان هو يجددها، بس بيلاقي ان في لوك ان واللايسنس بتكلفه كتير جدا ان هو يطلع منها. وكتير من الكاستمرز لما بيكونوا شغالين على داتابيزز فترات طويله، شركه شغاله بقى 20 سنه 30 سنه، تلاقي ان هي يجي لها ايميل من شركه ما يقول لهم انك انت هيحصل لك اوديت، بيبتدي ان هو يكون عنده فاتوره كبيره جدا لان هو ما كانش عامل حسابه ان الداتابيز دي كلها مستخدمه عنده ودين الانفايرمنت بتاعته. بتلاقي ان هو عنده ريستريكشنز دلوقتي ان هو يكبر. جينا نبص على الداتابيز اللي بتحصل على اللي موجوده اون بريمس في الداتا سنتر بتاعك او في الكولوكيشن، هتلاقي انك انت ما هتكون مسؤول عن الهاردوير والسوفت وير بتاع الاوبريتنج سيستم بتاع الداتابيز انجن. محتاج انك انت تعمل الباتشنج، محتاج تعمل الكونفيجريشن، محتاج انك انت تتاكد ان هي اب راننج، محتاج انك انت تعمل باك ابس، محتاج انك انت تعمل كاباسيتي بلاننج. مش بس الباك ابس ممكن ما تكونش مهمه، الاهم من الباك ابس انك انت تقدر انك انت تعمل ريستوريشن للباك اب وتتاكد ان الباك اب بتاعك شغال. مهم جدا انك انت وانت بتشتغل انك انت تبتدي انك انت كل حاجه بتعملها في الانفايرمنت بتاعتك ان هي تكون بترفلكت على الكاستمر او البيزنس بتاعك، لانك انت مش هيكون عندك كومبتيتيف ادفانتج او انك انت مش هيكون عندك ميزه تنافسيه مع
الناس التانية اللي شغالة في نفس الدومين أو المنافسين بتوعك. لو أنت أشطر واحد في الـ في مانجينج داتا سنتر أو في أسرع واحد بتعمل أفيلينج الهاردوير أو أنك أنت بتقدر تنزل داتابيز بسرعة أو أي حاجة من الحاجات اللي ليها علاقة بالإنفراستراكشر، هتلاقي برضو أنك أنت عشان تقوم بالقصة كلها لوحدك، أنك أنت تعمل المونيترينج، الباتشينج، السكيلينج، الباك أب أند ريكفري، السكيورتي، بيكون في حاجات كثيرة بالشكل ده، هتلاقي أن في حاجة أو اتنين ممكن هم يقعوا منك. والحقيقة اللي بيرجع فايدة للكاستمر بتاعك ان الاوبتمايزيشن اللي بيحصل على الداتابيز، ازاي الكويري بتشتغل، ازاي الكويري بتقدر انك انت تعملها اوبتمايزيشن، الديزاين شكله عامل ازاي، تقدر ازاي انك انت تعمل نوتيفيكيشن، ازاي تقدر انك انت تبني الداتابيز دي ديسيجن سيستم، او انك انت تدخلها في داتا بايب لاين يديك اناليتكس، او انك انت تدخلها على ماشين ليرنينج وتقدر انك انت تعرف منها شويه انسايتس تقدر ان هي تساعد البيزنس. لو فولي مانجد انت هتبتدي تاخد بالك من كل الفولي مانجد، هتاخد بالك بس من الاريا بتاعه الكويري اوبتمايزيشن، كويري كونستراكشن، سكيما ديزاين، والحاجات اللي هي ليها علاقه بالابلكيشن بتاعك. لو انت بتعمل الموضوع ده از سيلف مانجد، هتلاقي انك انت بتقوم بالقصه كلها على بعضها، وده هياخد وقت ومجهود كبير. خلينا نبص على الداتابيز الاي دبليو اس بتوفرها النهارده ازاي از مانجد سيرفيس، فتقدر انك هي تقلل الاوفر هيد بتاع الادمنستريشن عليك. لو كنا نبص الاول على ريليشنال داتابيز، هتلاقي في ار دي اس اللي هي ريليشنال داتابيز سيرفيس، اوراكل اس كيو سيرفر، ماي سيكوال، بوستجريس، وماريا دي بي. لو جينا نبص على النون ريليشنال داتابيز، هنلاقي موجود عندنا داينام دي بي في يوز كيسز زي الكي فاليو ستور، ان ميموري داتابيز زي الاستيك كاش، Document DB compatible مع مونجو APIs، بتتكلم على Data Warehouse، عندك Amazon Redshift، بتقدر انك انت تعمل Migration من Oracle، Nzeta أو SQL Server. برضو لو انت بتفكر في انك انت يكون عندك Hadoop أو Spark، Amazon EMR، وفي Database Services تانية مختلفة، النهاردة الفوكس بتاعنا هيكون على الاريا بتاعت الريليشن داتابيز، وزي تقدر انك انت تعمل مايجريشن للداتابيز. الداتابيز مايجريشن سيرفيس اللي انا هتكلم عليها النهارده، تقدر ان هي تنقل للنو سيكول، بس معظم الداتابيز اللي الكاستمرز النهارده بينقلوا بيها بينقلوا من خلال القصه بتاعت النون ريليشنال. ار دي اس بتوفر لك سكيلبل سيستم، تقدر انك انت تعمل ابجريد للانستنسز بتاعتك، مش محتاج انك انت تعمل باتشنج للاوبريتنج سيستم ولا للمونيتورنج والباك ابس، تاخد بالها من الباك ابس، تقدر ان هي تكون ديبلويد على مالتي ايزي، فتاخدش انت ما تاخدش وقت انك انت تفكر في ازاي الداتابيز هتكون هايلي افيلبل. برضو بتعتمد على اس اس دي ستورج، فالبرفورمانس بتاعها بيكون عالي، وفي ابجريدز تقدر انك انت تستخدمها في ان هي تعمل اوتوميتد ابجريد ليك. الداتابيز انجنز الموجوده عندنا كوميرشال داتابيز انجنز زي اوراكل واس كيو سيرفر كونكتد تو الاي بي اس، ده بيكون البرفورمانس بتاعها اعلى. الاوبن سورس انجنز لو اتكلم على ماريا دي بي، بوستجريس، او ماي سيكول، برضو كونكتد للاي بي اس. نتكلم على كلاود نيتف زي أرورا فيها تو سبورتد انجنز، ماي سيكول كومباتبل وبوستجريس اس كيو ال كومباتبل. الظريف في أرورا ان هي بتعتمد على الأرورا ستورج سيستم، ودي حاجة مش موجودة في اي داتابيز تانية، ان هي بتعتمد على ان الداتابيز ستورج بتكون ريبليكيتد اكروس 3 افيليبيليتي زونز، بيكون عندك 6 كوبيز، بيكون بدل ما هو ترانزاكشن لوج شيبينج او بين لوج اوبريشنز، بتكون عبارة بس عن physical block replication، فبتكون أسرع من غير lag، وفي نفس الوقت بتكون available، تقدر انك تعمل replicas، تقدر انك تعمل across region replicas لو انت قاعد في ايرلند او فرانكفورت او في بحرين وعايز انك انت تعمل replication لمكان تاني with less than 1 minute RPO RTO. ده بيسهل كتير جدا انك انت تعمل جلوبال ابلكيشنز بارورا. خلينا نتكلم على الداتابيز مايجريشن باترنز
والديتابيس مايجريشن باترنز في جزء كبير جدا جدا منها ليه علاقه بالمايجريشن باترنز عموما، لان الناس اللي بتفكر ان هي تعمل داتابيز مايجريشن في الغالب ما بتعملش داتابيز بس، بتعمل داتابيز اند ابلكيشن مايجريشن. فهنبص على الباترنز دي مع بعض. اهم حاجه في النقطه بتاعه المايجريشن هي تبتدي بيها الديسكفري، تعرف ايه اللي موجود عندك، البريوريتيز بتاعتك موجوده عندك ايه، وبناء عليه تقدر انك انت تقرر. هتقرر ازاي؟ خلينا ناخد الباترنز دي بنكلمها بنقول عليها ال 7 ارز، ان هي بتبتدي بحرف الار. يعني اول حاجه ريهوست بتاخد الابلكيشن زي ما هو موجود عندك في الداتا سنتر، تنقله لل الكلاود، تعمل فاليديشن تاكد ان هو شغال. في عندك طريقتين انك انت تعمل الكلام ده، تقدر انك انت تعمله بطريقه مانوال او انك انت تعمله بطريقه اوتوميتد. الطريقه المانوال بتعمل انستليشن كونفيجريشن اند ديبلوي. لو عندك سيرفر او تو سيرفرز الموضوع ده هيكون كويس جدا. اف يو هاف مور يو هاف تو ثينك اباوت اوتوميشن. في عندنا تولز بتتكلم على الاوتوميشن نقدر ان احنا نستخدمها، حاجه زي كلاود اندور ممكن تستخدمها في انك انت تعمل مايجريشن ل thousands of servers across different environments ل AWS. تاني حاجة بتستخدم كتير جدا في الداتابيز ريبلاتفورم. يبقى انت عندك environment شغالة، environment دي for example LampStack Apache MySQL PHP أو Python، انت تاخد السيستم ده كله على بعضه زي CMS for example لو بتكلم على جملة ولا بتكلم على Drupal. تبتدي انك انت تنقل الابليكيشن سيرفر نفسه هناك، والديتابيز تنقلها لمانج سيرفيس. الفرق بين الري هوست والري بلاتفورم، الري هوست بتاخد الابليكيشن كله على بعضه بالديتابيز بكل القصص بتاعته تنقلها لاي دبليو اس، الري بلاتفورم بتنقل الابليكيشن نفسه بس بيبقى فيه سلايت تشينج انت تعمله في السيك. ممكن تعمل الكلام ده برضو مش لو في مثلا ابلكيشن بتستخدم فيه فايل شيرنج، فبدل ما تستخدم ويندوز فايل شير تستخدم سيرفيس مانج سيرفيس اف اس اكس فور ويندوز اس ام بي، او انك انت تستخدم لو انت بتستخدم ان اف اس تستخدم اي اف اس الاستيك فايل سيرفيس. ثالث نقطه بتستخدم في الداتابيز مايجريشن الريفاكتور. الريفاكتور بيكون عباره عن انك انت تكون عندك ابلكيشن ليه فانكشناليتيز معينه، الفانكشناليتيز دي بتعرف ايه الفانكشناليتيز كلها، تبتدي انك انت تاخد فانكشناليتي تعمل لها ري رايت بطريقه ابسط، طريقه بيزد على كلاود نيتف، وهنا بتلاقي الموضوع بقى ابسط بكتير جدا في استخدام الكلاود. فكده اتكلمنا على ثلاث حاجات هنتكلم عليهم بالتفصيل اكتر، ري هوست ري بلاتفورم والري فاكتور. باقي عندنا من 7 ارز اربعه هقولهم بسرعه. ري بيرشيس انك انت يكون عندك ابلكيشن تستخدمه في الداتا سنتر، انت محتاج انك انت تستخدمه on the cloud بس بدل ما تنقله او تعمله installation بتاخده as a SaaS service، او انك انت بتفكر انك تاخده بطريقه مختلفه من على الماركت بليس. النقطه اللي بعديها النقطه الريلوكيت، ان يكون السيستم شغال موجود عندك على VMware vSphere، بدل ما انك انت تعمله migration ل AWS تنقله على AWS environment، بس بدل ما تشغل EC2 بتشغله على VMware environment. فده بيكون سهل بالنسبة لك، تقدر انك انت تشغل كل التولز بتاعت VMware، تقدر انك انت تعمل الـ VMotion وكل الحاجات اللي انت متعود عليها في الـ VMware. Retain انت بتعمل assessment للديت سنتر بتاعك اللي انت هتنقله لـ AWS، بتقول في applications عندي زي كذا وكذا مش قادر ننقلهم عشان compliance او regulations او ان هم تقال او ان هو تيم مش هيقدر ان هو يعمل لها support دلوقتي، فخلينا ننقلها قدام، فتعملهم retain or revisit. revisit انك انت تشوفهم بعدين. في applications بيحصل لها retire، وده تقريبا بيكون 5% من applications اللي بتحصل في data center، ان application is redundant او application مستخدم function مش هتستخدمها في الكلاود، لان كان مثلا زي لو انت بتتكلم مثلا على تيب لايبرري انت مش محتاج انك انت تستخدمها في الكلاود، ممكن تستخدم اي سيرفيس من السيرفيسز الموجوده اللي هي تعمل ماتشنج لل داي ستورج جيت واي او اي حاجه ثانيه من الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها فور اركايفل في الاس 3. النقطه بتاعه الديسكفري خلينا نتكلم عليها بديتيلز اكتر. الديسكفري بيكون عندك اسيتس، في ابلكيشن كونفيجريشن، بيرفورمانس انفورميشن، في عندك سي ام دي بي. سي ام دي بي في الغالب
تكون فيها جاب بينها وبين اللي موجود عندك في الديبلويد حقيقي. ال SLA ال RTO وال RPO في حاجة مهمة برضو الترايبل نوليدج اللي هي المعلومات اللي موجودة عند التيم بس مش مكتوبة في أي حتة, ودي أكبر مشكلة. عشان كده محتاج إنك أنت تبذل مجهود إنك أنت تعمل لها دوكيومنتيشن عشان تقدر إنك أنت تحدد إذا كان الأبليكيشن ده مفروض إن هو يطلع على الكلاود أو إن هو مفروض ليه ديبندنس الثانية ولا لا. مهم جدا انك انت لما تطلع ابلكيشن لو الابلكيشن ده ديتابيز مين الكلاينتس اللي بيكلموه, ايه الابلكيشنز المعتمده عليه, الباك اب سيستمز اللي بتكلمه, ايه المونيتورنج اللي بيحصل عليه, السيستم كله على بعضه شغال ازاي, وبناء عليه تقدر انك انت تاخد الكلام ده كله وتاخد القرار هل هي يحصل لها ريلوكيت ري هوست ري بلاتفورم ري اركتكت. في سيرفيسز كتيره جدا موجوده من بارتنر سيستم بتاع AWS او الايكو سيستم بتاع البارتنرز, وفي AWS سيرفيسز تقدر ان هي تعمل لك الكلام ده. خلينا نتحرك اسرع عشان يكون في وقت للاسئله. الداتابيز مايجريشن بروسيس زي اي مايجريشن بروسيس, لو انت بتتكلم بتنقل من فيرجن لفيرجن انت برضو دي تعتبر somehow migration. المايجريشن لازم تبتدي باسسمنت. في ميثودولوجي عند AWS الميثودولوجي دي متجربه واشتغلت على يعني مئات الكاستمرز اللي عندهم لارج سكيل مايجريشن. لارج سكيل مايجريشن بيتكلم على 2000 سيرفرز و 2000 سيرفر واكتر. فعشان نتكلم على 2000 سيرفر واكتر انت محتاج انك انت تتكلم على الاورجانيزيشن نفسها ازاي بيقدر ان هو يعمل اوبريشنال الاوبريشن بتاعته, هل هي ريدي في الكلاود ولا لا. في ناس كده ممكن تقول لك طب انا ممكن افتح اكاونت واول ما اعمل الاكاونت ده ابتدي انقل الورك لودز. ده حقيقي تقدر انك انت تعمل الكلام ده, هتنقل الورك لودز البسيطه, بس لو انت بتفكر على لارج سكيل مايجريشن هتلاقي فيه اوبستكلز او فيه عقبات بتقابلك زي حاجات بتاعت السكيورتي الكومبلاينس, هل انت عندك الفاونديشن اللي هي تسمح لك انك انت تحط كاستمر ديتا, هل انك انت تقدر انك انت تنقل, هل التيم متدرب, هل التيم يقدر ان هو يعمل سبورت. هتلاقي في حاجات عقبات كتيره جدا. فهتلاقي الكاستمرز اللي هي بتنقل في الاول من غير ما تعمل البروبر اسسمنت بتلاقي ان الموضوع بيكون سريع جدا جدا في الاول, وبعدين بتلاقي ان هو بيبطا لان هو ما عندوش الفاونديشن. الطريقه اللي هي المايجريشن اكسلريشن بروجرام في اي دبليو اس وفي الدي تي بي اس فريدم انك بتبتدي بالاسسمنت, بعد الاسسمنت بتبني الفاونديشن اللي هي تاهلك انك انت تاخد تتحرك للمايجريشن ات سكيل اللي هي الجزء الثالث. فمهم انك انت تبتدي انك انت تتكلم على ديسكفري اند بلاننج, عندك لاندنج زون تقدر انك انت تحط فيها الداتا والابلكيشنز بتاعتك, التيم عندك يقدر عنده السكيلز, عندك الكلاود سنتر اوف اكسلنس, في نفس الوقت عندك المايجريشن اكسبرتيز, جربت ابلكيشنز, بنيت البلان بتاعتك. هتلاقي النقط دي كلها معتمده على بعض, فانت مش هتقدر انك انت تعمل البيزنس كيس من غير ما يكون عندك ديسكفري اند بلاننج. البيزنس كيس تعتبر من الحاجات المهمه جدا بنتكلم عليها برضو في الاسسمنت. انت ليه عايز تعمل المايجريشن للكلاود؟ لان في ناس تقول لك انا عايز اعمل مايجريشن كلاود حلوه, بس هتلاقي ان هو في عقبات كتيره جدا عنده وهو بينقل. فلو ما فيش كومبيلينج ريزن او حاجه نيد حقيقي وهو بينقل الكلاود هيقول مش هقدر ان اكمل, مش هقدر ان اواصل الشغل فيها, لان ده هيكون مشروع كبير اكبر من ان هي فكره وخلاص. فلازم يكون في اي مايجريشن في عندنا كومبيلينج ريزن, احنا بننقل ليه, الداتا سنتر هتقفل, الداتا بيز محتاجه لايسنس, محتاجين ان احنا نتحرك اسرع لان احنا مش قادرين ان احنا نكبر بالداتا بيز اللي موجوده عندنا او بالسكيلابيلتي الاوفرد النهارده في الداتا سنتر اللي احنا موجودين فيه, فمحتاجين ان احنا ننقل الكلاود عشان الكلام ده. بعد ما المرحلة دي تخلص نبتدي نتكلم على الوركلود مايجريشن. الوركلود مايجريشن بتتحرك بوركلود, اليونت بتاعتك بتكون وركلود, ما بتنقلش في سيرفر لان السيرفر لوحده اون ذا كلاود, لو داتا بيز نقلتها على كلاود مش هيكون ليها استخدام قوي, انت محتاج الابلكيشن, محتاج الكلاينتس اللي هو بيستخدموها, محتاج البروسيس اللي حواليها. فلازم تتاكد ان الوركلود كله نائل, تقدر انك انت تعمل مايجريشن انتجريت تيست ترانسفورم, تعمل مونيتورنج تو اوبتمايز. وانس انك انت نقلت على الكلاود ده مش معناها ان الجيرني خلصت, الاوبتمايز از اولويز ذا كيس. خلينا نتكلم بصوره عمليه ونتكلم على تيبكال
الثري تير اركتكتشر، بنتكلم على برزنتيشن ابلكيشن اند داتا بيس تير، كل واحده نقدر نحن نعمل فيها ايه وازاي نقدر نتحرك فيها والناس بتتحرك بيها ازاي. نتكلم الاول على الري هوست، وبعد كده نتكلم على الري بلاتفورم، وبنتكلم على الري فاكتور. نتكلم الاول على الري هوست تاني. انت عندك مجموعه من الكمبيوت شغاله في داتا سنتر او كولوكو، هتنقلها زي ما هي على الكلاود. ده مش هيديك فاليو كبيره، بس هيخليك انك انت تروح على الكلاود وبعد كده تبتدي الجيرني بتاعتك من هناك. الري بلاتفورم هيبتدي انك انت كل ما تنزل للجزء بتاع انك انت هتعتمد على مانج سيرفيس هيكون الدنيا اسهل بالنسبه لك. فبدل ما يكون الابلكيشن بتاعك في داتابيز، بدل ما انت بتعمل مينتيننج الداتابيز بنفسك، انت تنقلها تكون مانج سيرفيس. ري فاكتور هتعمل مودرنايز للابلكيشن، تستخدم كلاود نيتيف ابلكيشن. خلينا نشوف العيوب والمميزات بتاعت كل واحده. لو احنا هنتكلم على الري هوست، انت هيكون عندك فاميلاريتي بالادمنستريشن لانك انت عندك الاكسبيرينس ازاي هاو تو مانج ذا هول ستاك، عندك فول كنترول على الانفايرمنت، عندك روت اكسس او ادمنستريتور اكسس. ده ينفع معاك في الكودس ابلكيشنز، لو انت كوميرشال اوف ذا شيلف ابلكيشنز، لو انت مثلا عندك حاجه زي اي بزنس سويت، عندك مايكروسوفت داينامكس، تقدر انك انت تبتدي تاخد الابلكيشن دي وتنقلها بري هوست. الداتابيس سيرفرز كل الفيتشرز هتكون افيلبل عندك، كل الفيرجنز هتكون سبورتد، وعندك فول ادمنستريتيف اكسس على الانفايرمنت بتاعتك لانك انت يو ويل ديبلوي ذم اون اي سي 2، فمش هيكون عندك اي مشكله في المانجمنت. يعني في الار دي اس الريليشنال داتابيس سيرفيس ممكن يكون عندك هيكون في فيرجنز سبورتد فيرجنز لا، في ادمنستريشن ريستريكتد، يعني ما عندكش مثلا اوبريتنج سيستم اكسس. هنتكلم على التيبكال 3 تير ابلكيشن بالري هوست. هنتكلم على البرزنتيشن لاير، ده هيكون ويب سيرفرز، ممكن تستخدم حاجه زي كلاود اندور. كلاود اندور فري تول لو انت بتنقل اي حاجه ل AWS، وهي بتعمل بلوك سوري بتعمل بلوك ليفل ريبليكيشن، وتقدر انك انت تعمل نير زيرو داون تايم مايجريشن. بتكلم على الابلكيشن تير، برضه تقدر انك انت تستخدم فيها كلاود اندور، تقدر تستخدم فيها باك اب اند ريستور، وتقدر انك انت تعمل ديبلويمنت للنيو ماشين. بس انت لو عندك الابلكيشنز كتيره هيكون هتاخد منك وقت وهيكون الموضوع مش بسيط، فالافضل انك انت تعتمد على اوتوميشن تول او كونفيجريشن مانجمنت تول زي انسبل او اي تول انت تفضلها تانية، بدل ما تعمل انستليشن مانوال. الداتابيس تير تستخدم فيها AWS DMS او انك انت تعمل باك اب اند ريستور، ممكن برضو تستخدم كلاود اندور في القصه دي. AWS DMS هي التوبيك اللي احنا هنتكلم عليه ان ديب دايف في السلايدز الجايه. ري بلاتفورم ده هيكون اوبتمايزد اركتكتشر، في اوتوميتد باتشنج بالنسبه لك، اوتوميتد باك ابس بروفن فور هاي افيلابيليتي لان هو بيكون ديبلويد اكروس مالتي ايزيز، تقدر انك انت تستخدمه في كوميرشال اوف ذا شيلف ابلكيشنز از ويل. هتستخدم فيه حاجه زي امازون ار دي اس، فتقدر انك انت تستخدم مثلا اوراكل او تستخدم اس كيو سيرفر، تقدر تستخدم امازون اف اس اكس لو انت عندك ويندوز شير اس ام بي شير، بدل ما تعمل ويندوز شير تعمل انستليشن بنفسك وعلى اي سي 2، تقدر انك انت تعمل ريلاينج على التول بتاعه الاف اس اكس. كاستمرز كتير في الانتربرايز بالذات بيكونوا معتمدين على الاكتيف دايركتري، وشايفين ان الاكتيف دايركتري هو الستاندردز فور اوثنتيكيشن ايدنتيتي مانجمنت، فتقدر انك تعمل فيدريشن بين اي دبليو يور اكتيف دايركتري و اي دبليو اس اكتيف دايركتري. يو كان استابليش ذا تراست، يكون عندك وان سنجل يوزر فور يور يوزرز، فيكون الاوثنتيكيشن انفورميشن موجوده في التيم. خلينا نشوف اللي هيحصل في الري بلاتفورم. عندنا هيكون في اون بريمس داتابيزز موجوده عندك زي جينيريك داتابيزز، تقدر انك انت تستخدم فيها اي دبليو اس مايجريشن سيرفيس. الداتابيز مايجريشن سيرفيس اللي هتستخدمها تقدر ان هي تنقل لك لار دي اس، لو انت بتتكلم على ريليشنال داتابيز بتتكلم على واحد من السته داتابيز اللي اتكلمنا عليهم، ماريا دي بي، ماي سيكوال، بوستجريس، اوراكل، او بتتكلم على اس كيو سيرفر، برضو تقدر ان هي تساعدك انك تنقل لامازون ارورا، وفي نفس الوقت تقدر انك انت تنقل داتا وير هاوس لامازون ريد شيفت.
في كاستمرز كتير بنشتغل معاهم بيكون عندهم مور ذان 100 تيرا بايتس اوف داتا بيزز. لو هم عايزين ان هم يعملوا الكلام ده صعب ان هم يعملوا الكلام ده اوفر ذا واير، خصوصا في الاماكن اللي ما فيهاش انترنت كويس. لو انت الدي ام اس سبورتد عندك في الانفايرمنت تقدر تعمل سوري سنوبول سبورتد عندك في الانفايرمنت تقدر انك انت تطلبه من اي دبليو اس كونسول يجي لك تعمل ابلود للديتا تحطها في تبعت تاني السنوبول ل اي دبليو اس سنوبول هيجي الاي دبليو اس داتا سنترز هيبتدي ان هم يعملوا ريفل الداتا تاني في اس 3 باكت بتاعك، ومن اس 3 باكت بتاعك تقدر انك انت تعمل ريستريشن وبعد كده تبتدي انك انت تكمل السي دي سي بروسس للديتابيز. السي دي سي عباره عن تشينج داتا كابتشر، لانك انت لما تعمل البروسس هتكون اوف لاين، هتطلب مثلا السنوبول في يوم ونفترض مثلا يوم اثنين وهتخلصوا يوم الجمعه، يوم الجمعه هيروح لاي دبليو اس عبال ما يكون اوبريشن ثاني هيكون يوم الاثنين. في الفتره دي كلها هيكون عندك ديتابيزز، عندك ديتابيز ترانزاكشنز حصلت، فانت مثلا عندك 3 ايام او 4 ايام محتاج انك انت تعمل اول لود للديتا، وبعد ما تعمل لود للديتا تبتدي انك انت تشغل السي دي سي عشان تعمل كابتشر لكل الديتا اللي حصلت within الاسبوع اللي كان بيحصل فيه النقل. انا اتكلم على البروسيس دي بطريقه يعني ديب دايف اكتر في السلايدز الجايه. النقطه الثانيه في المايجريشن انك انت تعمل ريفاكتورنج للابلكيشن بتاعك او مودرنايزيشن للابس، انت تبتدي انك تستخدم حاجه بيزد على كونتينرز مايكرو سيرفيس زي الزملاء اللي اتكلموا على المايكرو سيرفيس اركتكتشر اتكلموا على تقدر تستخدم حاجه زي فارجيت امازون اي كي اس، وبرضه تعتمد على امازون اي بي اي جيت واي في البرزنتيشن لاير ولامدا مع اس 3 طبعا في الكلام ده. بالنسبه لك برضو ان تقدر تستخدم ارورا او داينامو دي بي. خلينا نشوف الكلام ده هيحصل ازاي. لو انت هتعمل مايجريشن هيكون بتستخدم اس 3 في الفرونت اند، تستخدم كونتينرز برضو ممكن انك انت يكون كده، او انك انت بتستخدم اس 3 وبتكلم دايركتلي مع اي دبليو اس لامدا ثرو اي بي اي جيت ويز، وبعد كده تبتدي انك انت تتكلم مع الكونتينر. بالنسبه للديتابيز الموجوده عندك تقدر انك انت تعمل مودرنايزيشن للديتا، فتقدر تنقل من مايكروسوفت اس كيو سيرفر لماي سيكول فور اكزامبل او اوراكل تو بوستجريس اس كيو ال، او لو انت بتستخدم حاجه زي كاساندرا مثلا تقدر انك انت تنقل لامازون داينامو دي بي. خلينا نتكلم على التولز بتاعه المايجريشن. ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الديتابيز في اي دبليو اس البيربس بيلد ديتابيزز، الديتابيز تكون مخصوص no database will be suitable for all the use cases، فاحنا هنستخدم ال database الشغل ال database الصح للشغلانه اللي انت بتشتغل بيها او التاسك اللي انت بتطلبها منها. فبرضه في ال database migration نفس الكلام بنعمل له recommendation او بننصح بيه. احسن حاجه تقدر انك انت تعملها وانت بتعمل الداتا بيس مايجريشن انك انت تاخد نيتف تول. النيتف تول لو هي سبورتد وهي هتشتغل معاك في التارجت بتاعك ده يعتبر حاجه كويسه جدا، لان هي عارفه السورس مش هيكون فيه سكيما تشينجز، هتقدر تنقلها للناحيه الثانيه لاي دبليو اس من غير ما يكون فيه تشينجز في الابلكيشن، هيكون فول سبورت لكل الفيتشرز اللي موجوده عندك. اوبشن تاني انك انت ممكن تستخدم اوبن سورس تولز زي اوراكل بي جي لو انت بتنقل من اوراكل تو بوستجريس، او انك انت تستخدم كوميرشال تولز لو انت عندك اللايسنس بتاعتها، او بتنقل من ليجاسي مين فريم سيستمز فممكن تستخدم جولدن جيت انفورماتيكا برضو ممكن تستخدمها، اتينيتي برضو ممكن تستخدمها في الديتابيس، بس الكلام ده محتاج انك انت يكون عندك لايسنس. اذر اوبشن موجود عندك اي دبليو اس ديتابيس مايجريشن سيرفيس هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي، واي دبليو اس سكيما كونفرجن تول. السكيما كونفرجن تول دي ستاند الون تول تقدر تنزلها على ال ويندوز ماشين او لينكس ماشين، هتكونكت على الديتابيس في السورس وفي في التارجت وتقول لك الفرق السكيما تشينجز اللي انت محتاج انك انت تعملها ايه. سكيما كونفرجن تول برضو بيقدر ان هو يشوف الكود بتاع الابلكيشن بتاعتك، يعمل سكان لكل اس كيو ال ستيتمنت الموجوده ويعمل لك ريكومنديشن للتشينجز فيها.
فالبروسيس بتاعه المايجريشن ببساطه انك انت محتاج انك انت تشوف الاول انا هنقل ازاي، هنقل من هوموجينيس ولا هيتروجينيس مايجريشن، ممكن من داتابيز لايك اس كيو سيرفر ل من اس كيو سيرفر ل ماي سيكول. فاللي هيحصل هنا انك انت محتاج انك انت تعمل كونفرت السكيما الاول، وانت بتعمل كونفرت السكيما ممكن انك انت تحتاج تغير الكود، محتاج تغير سورت بروسيجرز او حاجه زي كده، ومحتاج انك انت تنقل الداتا اللي موجوده في التيبلز عندك من اس كيو سيرفر لماي سيكول. اللي هيساعدك في انك انت تعمل نقل الداتا ده داتابيس مايجريشن سيرفيس دي ماس، اللي هيساعدك انك انت تعمل تشينج للسكيما هو الاس تي السكيما كونفرجن تول. من ضمن الحاجات برضو اللي الكاستمرز عندنا بيستخدموها ان بيستخدموا دي ام اس فور ريبليكيشن، فيكون عندك داتابيس انت مش عايز تعمل لها مايجريشن دلوقتي بس هي موجوده في داتا سنتر وانت عايز تعمل تارجت تاني على الكلاود، لو انت عايز انك انت مثلا يكون عندك اس كيو سيرفر كل التشنجز اللي فيه تتنقل لماي سيكول موجوده اون ذا كلاود او لكنيسز او اس 3 تقدر تعمل الكلام ده عن طريق دي ام اس. هي داتابيز مايجريشن سيرفيس بس ممكن هي تعمل اكتر من المايجريشن وتكون اون جوينج ريبليكيشن. تاني بنقول الكلام ده انك انت تنقل من اوراكل لاوراكل، ده هيكون هوموجينيس مايجريشن، او انك انت من كروس انجنز هتنقل مثلا من اس كيو سيرفر لارورا، او انك انت تنقل من مونجو دي بي لدوكمنت دي بي. وفي نفس الوقت سكيما كونفرجن تول هتقدر انك تعمل لك الاسسمنت ديسكفري بروسس. خلينا نتكلم بالتفصيل اكتر عن سكيما كونفرجن تول. هي كلاينت سايد تول بتعمل لها انستليشن على ماشين، بتشتغل على لينكس، بتشتغل على ويندوز، تقدر انك انت تعمل لها رننج في ديت سنتر، تقدر تعمل لها رننج على اي دبليو اس او على اللابتوب بتاعك لو انت عندك اكسس للستيجنج داتابيز او تيستينج داتابيز. هتبتدي ان هي تشوف السكيما والكود وتبتدي ان هي تقول لك اه والله تقدر تنقل على داتابيز دي اقرب. تقدر برضو تستخدمها في الديتا وير هاوس والاوبريشن داتا بيز الاول تي بي، وتقدر انك انت تعمل كونفرتنج للاس كيو ستيتمنت لو عملت سكان للكود، وفي نفس الوقت تديك ريبورت برضو بيكون تقدر تقراه بطريقه هاي ليفل، وفي الارياز اللي انت محتاج انك انت تعدلها تديك اكزيكتيف سامري وبريك داون على النمبر اوف سكيما تيبلز الانديسيز الستور بروسيجرز العدد الايرورز الموجوده، وتقدر ان هي تقول لك والله انت بتستخدم مثلا تايم زون فانكشن جوه اوراكل محتاج انك تعمل لها ري رايت، او انت هتنقل البوستجريس دي اقرب داتابيس تقدر انك تنقل ليها. خلينا نقول البروسيس بتاعه الداتابيس مايجريشن شكلها عامل ازاي. عندك ستور داتابيس او داتا وير هاوس، لو انت هتعمل هوموجينيس مايجريشن هتعمل كوبي عن طريق النيتف تول، هتبتدي تعمل السكيما. لو انت هتعمل كونفرت السكيما مثلا هتنقل من اس كيو سيرفر لماي سيكول او من اوراكل لبوستجريس، انت ممكن تقدر تعمل الكلام ده برضو تكونفرت السكيما عن طريق اي دبليو اس تي وبعد كده تروح للديستنيشن. بعد ما تعمل السكيما وتخلص جزء السكيما محتاج انك انت تنقل الداتا، بتنقل الداتا عن طريق دي ام اس. لو انت بتنقل داتا وير هاوس هتبتدي تستخدم برضو الاس تي في الجزء ده عن طريق الكونسول. خلينا نقول ايه الحاجات اللي انت هتشوفها على الكونسول. اول حاجه بتعمل لها كرييشن ريبليكيشن انستنس. ريبليكيشن انستنس محتاجه ان هي تكون كونكتد للام بوينتس. الام بوينتس دي سورس ام بوينت وتارجت ام بوينت. السورس الداتابيس مايجريشن سيرفيس او ريبليكيشن تاسك الريبليكيشن انستنس لازم تقدر ان هي تشوف السورس اند بوينت عن طريق في بي ان او عن طريق دايركت كونكت، وتشوف في نفس الوقت التارجت انفايرمنت في الـ في الـ في الكلاود. دي مس بتشتغل لما يكون في وان اوف ذا ليجز على الكلاود، يعني انت تنقل من داتا سنتر ل AWS او من AWS للداتا سنتر، فانت تقدر انك انت تستخدمها رايح جاي. يعني الام بوينتس لما بيحصل لها كرييشن تقدر انك انت تعملها فاليديت، وانس انك انت عملت لها فاليديت تقدر انك انت تعمل كرييشن للتاسكس. التاسكس دي تقدر انك انت تعمل فيها ترانسفورميشن، تقدر تقول والله انا عايز ان انا اغير كل الحاجات الكابيتال اللي موجوده في الاوراكل داتابيز اخليها سمول عندي في ماي سيكول او في بوستجريس لان هما بيشتغلوا كيس سنسيتيف
مثلا. طيب خلينا نشوف البروسيس بتاعت المايجريشن هيكون شكلها عامل ازاي. هيكون عندك ابلكيشن يوزرز، عندك كاستمرز بيتكلموا الاون بريم او على اي سي 2 عندك على الكلاود. حتى اول حاجه تستارت الابلكيشن انستنس، تكونكت الاند بوينتس، تختار انت هتعمل ايه، هتمايجريت سكيما، مايجريت تيبل، هل في فلترنج عايز انك انت تعمله، ايه الداتابيز اللي انت عايز تعملها، التيبلز نفسها عايز تعمل لها ايه، وده مش هيأثر على السورس. بعد كده طالما عملت الداتا اتنقلت، تقدر انك انت تقول للدي ان اس ساعتها غير الابلكيشن للمكان التاني وتعمل السويتش. السويتش ده هيكون فيه جزء من الداون تايم، فنقدر بس تقدر مش هتكون 100% ريل تايم، هتكون نير زيرو داون، نير زيرو داون تايم. خلينا نشوف نقدر نعمل ايه. كاستمرز كتير بيكون عندهم حاجه زي شاردز موجوده مثلا في ماي سيكول، عايزين هم يجمعوها لوان تارجت، او العكس يكون عندك مالتيبل وان سورس عايز تحطه في مالتيبل تارجتس، او انك انت يكون عندك داتابيز عايز تاخد منها جزء معين وتنقله لان الباقي بيكون مثلا اركايفل، او انك انت مش هتحتاج انك انت تنقله بعد كده. اللي انت تقدر تعمله انك انت تقدر تنقل من اوراكل من كروس انجنز او من اوراكل لارورا. طيب خلينا نشوف الفلو هيكون ماشي ازاي. انت اول حاجه خلينا نشرح الاول السي دي سي. السي دي سي تشينج داتا كابتشر، تشينج داتا كابتشر بيعتمد على الترانزاكشن لوج في الداتابيز. في اوراكل اسمه سبلمنتال لوج، في ماي سيكول اسمه بين لوج، في بوستجريس اسمه وول رايت هيد لوج، بيكون مختلف حسب الداتابيز اللي انت هتستخدمه. فالبروسيس بتحصل كالاتي، انت بتعمل مايجريت للسكيما باس تي، نزل اس تي، تكونكت للسورس، تحطها للديستنيشن، تقول للسورس مثلا لو هو اس كيو ال سيرفر لو سمحت حول لي السكيما دي من اس كيو ال سيرفر سكيما لماي سيكول سكيما، يبتدي ان هو يقول لك حولتها لك بس فيها مشاكل 1 2 3 حاول انك انت تصلحهم، وبيقترح عليك ازاي تتصلح. بعد كده بتعمل دروب للفورين كيز على والكونسترينز على التارجت داتابيز. ليه بنعمل الكلام ده؟ عشان واحنا بنعمل الفول لود يكون بماكسيمم سبيد، ونتاكد ان هو مش هيحصل اي ريفرنشال انتجريتي ايرور ولما بتبتدي انك انت تنقل الداتا. وانس انك انت عملت القصه دي، تقدر انك انت تعمل ستوب للتاسك، تقدر تكريت السكندري انديسيز، تعمل ريزيوم للتاسك ويت ابلاي التشنجز اللي حصلت، انيبل الفورين كيز، وبعد كده انيبل الداتا كابتشر. تنيبل الداتا كابتشر عشان تقدر تعمل اون جوينج ريبليكيشن، ويكون السيستم اللي شغال في السورس بينقل للديتابيز اللي موجوده على الكلاود او على التارجت بطريقه ابديتد. بيزد على المايجريشنز اللي AWS والبارتنرز والتيمز عندنا بتعملها، عندنا حاجه اسمها المايجريشن بلاي بوك، بيكون عندنا فيها السكيما دي ام اس والبيست براكتسز اللي احنا شفناها ثرو النقل وفيتشر تو فيتشر كومباريزن. الفانكشن دي موجوده في اوراكل، احنا بنستخدمها ازاي في بوستجريس، لو حصل عندنا مشكله دي هنقدر ازاي نحلها بالطريقه الثانيه، وهكذا وهكذا. فده بيكون سوري فور انترابشن، بس لو نقدر نكونكلود السيشن عشان الاجنده بس. حلو جدا، دي اخر سلايد هتكون شيرد عندكم. في من ضمن الحاجات التراك بتاع الديتابيز جوه الـ AWS training site، في اكتر من 25 training متخصصين بالبوستجريس، متخصصين بأرورا والDMS. هنا اكون انا خلصت البرزنتيشن بتاعتي، انا شاكر ليكم جدا، وللاسف كده مش هيكون في اي اسئله، بس انا موجود في الكوميونتي، لو في اي حد عنده اي اسئله ممكن ناخدها بعد الايفنت. شكرا جدا ليكم يا جماعه.